Ya Allah, I can see Joel also online. I hope she come on the live. Hi, hi. مرحبا. هلا يا حلوين. هلا فيكم. هلا حبيبي. هاي ماني. قادرين تسمعوني؟ الصوت اوكي؟ كل شيء اوكي؟ هاي هبة حبيبتي. Oh, I love you more. I'm gonna save it as well. هعمل له سيفنج للفيديو، بيضل له 24 ساعة. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا منيح. كيف مقضيين نهاركم اليوم؟ الطقس روعة بالإمارات، شو بس الحمد لله كتير حلو. تسلمي حبيبتي. حبيبتي والله بتخجلوني. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو مبارح على الانستغرام تبع موس، شفت كلكم حبيتوا. هاي جرازيلا، سلامة قلبك وإيدك. حبيت اليوم يكون أيوة عن الصبايا. حبيت يكون الموضوع عن الصبايا على طول. لو بتشوفوا شو بيزعلوا مني الصبايا والشباب الصغار، بيقولوا لي ليه على طول بتحكي للسيدات اللي عندهم اولاد، ونحن شو نحن عاملين لك فولو وما حتصدقوا. كمان عملت لكم لعيونكم فيديو على الاي جي تي في اليوم، يمكن ينزل بالليل، كيف بتطبخوا طبخه لشخص واحد، لانه في صبايا كتير عايشين لوحدهم بالسعوديه او بكندا، على طول بيبعتوا لي انه نحن قاعدين بلا اهلنا وعم نطبخ وعم نطلب او عم ناكل اشياء كثير منا صحيه. يا ريت بتعلمينا كيف فينا نطبخ لشخص واحد، يكون طبق سهل وعلى السريع بس صحي كثير. حضرت لكم اي جي تي في كثير رح تحبوا لشخص واحد. حبيبتي تسلمي. I love you more guys. So اليوم رح احكي عن موضوع، مثل ما شفتوا الصبيه اللي عمرها 17 سنه بعتت لي عايشه برا. اول شيء انا بشكر كل الصبايا الصغار والسيدات والشباب اللي بيبعتولي وبيوثقوا فيي وبيبعتولي، عن جد I'm honored, I'm humbled، عن جد انه انتو بتوثقوا بشخص ما نكون مقابلينه face to face، وبتجيكم الجرأة انه تبعتوا يعني قصة حياتكم او letter. اوقات بيجيني letters 5 صفحات بقراها. انا بشكركم وكتير مبسوطة انه بتحسوا بتوثقوا فيي انه تبعتولي وبتوثقوا برأيي شو ابعتلكم. بالنهاية أنا مثل ما عطول بخبركم، أنا أم سيدة أعمال ومرة علمت حالها نفسها بنفسها، فكل شي بعطيكم إياه من الأشياء اللي تعلمتها بحياتي، من الأغلاط اللي عملتها بحياتي، لأنه تقريبا أكتر من نص حياتي عشتها لحالي. من لما عشت بالكويت لحالي كنت صغيرة، كنت تينيجر عمري 18 سنة. ليه بقول تينيجر؟ لأنه بأيامي اللي عمرها 18 سنة مش مثل هلأ، كنت 18 سنة يعني بنت عن جد ما فهماني شي بالحياة، لأنه لا تعلمت بالمدرسة وطلعت من بيتي وسافرت، لا في انترنت ولا في تيك توك ولا في انستغرام، وما في شي اتعلم من شخص ثاني. كل شي تعلمته من الأغلاط اللي عملتها بنفسي ومن الكتب اللي قريتها. سو بتمنى شوية نصايح أعطيها أو شارككم فيها من اللي تعلمتها، تقدر تساعدكم شوي لتبنوا حياتكم صح ولتبنوا حياتكم على الأسس الصح. أول شيء بدي أقول لكم للصبايا الصغار اللي عمركم من 13 ل 17 18 20 21، نيالكم في أشياء كتير تتطلعوا لها وتتعلموا منها من بعيد، إن كان على الإنستغرام أو على اليوتيوب، أو تقابلوا هيك شيء على الأونلاين ويكون عندكم صديق فيرتشوال أو شخص مثلي ومثل غيري كتير بتبعتوا له مسجات وبتطلبوا منه نصيحة. على أيامنا ما كان في هيدي الأمور يعني. وكمان رح أحكي كمان للسيدات اللي عندهم أولاد تينيجر وصبايا صغار، يا ريت تتقربوا منهم وتكونوا أصدقائهم وتكونوا رول موديل لهم، وتشوفوا هن شو بدهم وشو بحاجة، لأنه سيدات كتير مع مثل والدتي أو والدة الصبايا الصغار ما كان عندهم هيدي الخبرة بالحياة أو الأشياء اللي يقدروا يساعدوا هذا الجيل الجديد.
مش معناتها نحن سيدات الكبار وبالأخص السيدات الفوق الخمسين، إذا عندكم أولاد تينيجر وصغار مش معناتها هني لازم يمشوا مثل ما أنتوا مشيتوا بحياتكم، لأنه الحياة تغيرت وصار عندهم مطالب غير وعندهم براشر غير. فبتمنى تتقربوا منهم كتير وتشوفوا شو عايزين وتكونوا صديقتهم وصديقهم، لأنه في كتير براشر. ويا صبايا يا صغار، إن كنتوا بـ 13 14 17 20 الحياة بعدها قدامكم وأشياء كتير تنبسطوا فيها وتتعلموا منها وبعدكم صغار، ما تخلوا البريشر تبع السوشيال ميديا يأثر عليكم. بعرف في ضغوطات كتير على السوشيال ميديا، إن كان على اليوتيوب إنستغرام تيك توك بيقولوا لكم لازم تمكن يكون هيك، السلفي لازم تكون هيك، الشعرات لازم يكونوا هيك، الخصر لازم يكون هيك. حبيباتي إذا سامعيني بعرف عاملين لي فولو لأنه بتوثقوا فيي، فبدي قلكن حبيباتي ما تخلوا هيدا شيء أثر عليكن. أنتو حلوين مثل ما أنتو، كيف ما كان شكلكن ووزنكن ما تتأثروا بهيدا الشيء، ما تتأثروا شو الناس عم تشتري وشو عم بتأرجيكن. أنتو شوفوا شو قادرين تشتروا وشو قادرين تعملوا عملوا، ما تتأثروا كأنه حدا جايب شنطة لازم أنتو تشتروا مثل هاي الشنطة. صدقوني حبيباتي هول ما خصهم بانتو بحياتكم وما خصهم بالسعادة الذاتية. رح قلكن الاشياء اللي انا ساعدتني بحياتي انا وبكنت بعمركن. لما كان عمري 18 سنة قلتلكن كنت ما بحكي انجليزي، سو بلشت فتش وبحبش كيف فيني انا اتعلم انجليزي لأقدر اشتغل مع موظفيني، لانه ما كانوا يحكوا عربي، سو كيف انا بدي كومنيكيت معه. سو بلشت اشتري كتب. صدقوني العلم هو كل شيء، واغلبيه الصبايا الصغار متعلمين هلا، فايتين مدارس وفايتين جامعات، يعني لازم انتم هذا عن جد العلم سلاح لكم، اوعكم ما تكملوا علمكم. بس فوق العلم اللي بتتعلموه بالمدارس وبالجامعات بدي لكم في اشياء لازم تتعلموه لحالكم، ما خصوا بالجامعات لانه هذا ما بيعلموكم اياه. إذا أنتوا بتحكوا لغتين وثلاثة مثل بالأخص الصبايا بلبنان، لما نزلت من فترة من شهرين ثلاثة الصبايا والشباب حتى الشباب اللي بيشتغلوا بالمحلات عم يحكوني عربي إنجليزي فرنسي، طلعت قلت يا الله شو حلو هيدا الشيء، قديش هالشباب وهيدا جيل متعلم وبيحكي لغات. فأنتوا هلأ بدي إياكم تتعلموا الأشياء اللي ما بيعلموها بالمدارس، بدي اياكم تشتروا كتب بيعلموكم المايند سيت، كيف انتو بتحبوا حالكم مثل ما انتو، كيف فيكم تشوفوا الحياة بمنظور تاني، كيف تتعلموا مديتيشن بهيدا العمر. نعم بهيدا العمر 13 14 15، اوعكم هيك تضلكم لحقين بيلي ايليش. انا بيلي ايليش بموت فيها، شوفوا انا فوق الأربعين وبحبها كتير بحضرها، بس مش كل شي بيلي ايليش ومش كل شي تيك توك. بدكم تتعلموا الاشياء اللي هي حتعلمكم كيف تكملوا الحياة صح. بعدين انتوا رح تصيروا تتزوجوا بعدين ويصيروا عندكم أطفال، وكيف بدكم تعلمون هالأشياء لازم من هلأ تحضروا نفسكم. وعكم حدا يحط عليكم براشر صار عمرك 23 21 لازم تتزوجي، لا تتزوجي لما تصيري انت جاهزة لتتزوجي، بس انت تحققي بحياتك، تحققي أعمالك، تحققي شغلات توصلي فيها انت للمايندسيت اللي انت بدك توصلي له. اوعك تفتكري الحياة هي بس علموكي خلصتي علم وهلأ خلصت تجوزي وتعدي بالبيت بس للغسيل وللجلي، لا. لو تزوجتي وحسيتي انت وصلتي لمرحلة بدك تتزوجي فيها، في اشياء تضلك تعمليها، فيك تشتغلي. اذا انت وزوجك اتفقتوا ما بدك تشتغلي كمان مش غلط، بس ما تحطي على حالك بريشر انه تحطي حالك بهيدا البوكس، انا بعمر العشرين بدي اتزوج، انا بالوحدة وعشرين بدي جيب بيبي. غلط. لما صار عمري 23 سنة كنت عايشة بعدني بالكويت، حقلك حبيبتي الكتب رح قلكن يهن كلياتهم، صار عمري 23 سنة كلهم بالكويت اللي كانوا يعرفوني أو ماما تدقلي على الكويت، يا أمي صار عمرك 23 سنة معقول ما تزوجتي ما خطبتي، والله أنا رح موت وما حأفرح فيكي. انتبهوا، الأمهات أوقات بحطولنا بعقلنا أشياء غلط، هني بيفتكروا من حبهم لقلنا عم بقلولنا نصيحة صح، لا ما بيصير، ما بيصير نحط ضغوطات على أولادنا إنه صار عمرك هلقد صار لازم تتزوجي، أوعك تنصحي، أوعك تضعفي، مش هيك النصيحة. النصيحة لازم نكون نحن رول موديل لأولادنا،
بالاخص هني عم بيراقبوا كل شيء عم نعمله، عم بيراقبوا كل شيء عم ناكله، عم بيراقبوا شو عم نحضر. الله يرضى عليكم يا سيداتي حلوين، اذا عندكم صبايا تينيجر او صبايا ب16 وال17 النصيحه حلوه، والنصيحه تكونوا اصدقاء لا بناتكم ولا اولادكم الشباب، بس لازم ما تحطوا بريشر عليهم. ما حدا قال لازم نتجوز فوق العشرين، وما حدا قال لازم نتزوج على 30. يا عمي اذا ما بدنا نتزوج ومش جاهزين، هي مش هيك القصه، مش مثل التخرج صار عمرنا 18، مش هيك. لانه هيدا الضغط النفسي عم يعمل ضغوطات مش طبيعيه على البنات. شوفوا شوفوا سيدات صغار متزوجين عمرها 23 24 بيبعتوا لي انا تزوجت، اجا شاب طلب ايدي، تزوجته ما كنت بعرفه، صرنا بالبيت بعنفني لغويا لفظيا بيضربني، بخاف اقول لماما لانه ماما ما بتقبل. شفتوا لما يكون ما في صراحه بينك وبين اولادك بصير عندهم مشاكل، حتى هن خايفين يقولوا لك. فانا بطلب على طول من السيدات كونوا اصدقاء اولادكم، كونوا جنبهم بالمنيح ومش بالمنيح. وما تنسوا التينيجر هلا عندهم ضغوطات مش بس من السوشيال ميديا، هلا نحن بالوضع الحالي اللي موجود، انتم فكركم هذا الوضع اللي نحن فايتين فيه؟ صبايا وقفت مدارسها وصارت تدرس اونلاين، حسوا حالهم وقفوا احلامهم. شوفوا بنتي عمرها 9 سنين، طيب انا هلا مجبوره غصب عني ضلني ام راقبتها مش هيك من بعيد لبعيد، حتى لما اعطيها الايباد عم براقبها وشوف هي كيف احساسها. طيب انا وقفت لبنتي كانت تدرس بيانو، كانت تدرس جيمناستيك، بطلت تروح صارت. طيب هذا بالوقت الحالي نحن كيف فينا نعمل سبورت لاولادنا عشان ما يصير عندهم بعدين بعدهم كيف بيقولوها مثل ردة فعل؟ لانه ضروري يصير في ردة فعل، حتى نحن الكبار حاسين بضغوطات. فتخيلوا الاطفال فجأة ها وقفت حياتهم، صاروا قاعدين بالبيت، ممنوع يشوفوا اهل، ممنوع يشوف اصحاب، وما عارفين لاي وقت. مش مشكلة، انا بنتي بدي اعلمها توقف بوجه الصعاب بمايند سيت صح. ما بقبل كل يوم قبل ما بنتي تفوت على التخت لتنام لازم انا وبيا نقعد معها ونقول لها كيف كان نهارك، شو كان احلى شيء بنهارك، كيف شو حاسه اليوم، ان شاء الله مبسوطه. لازم نكون رول موديل ونسمع لهم لو شو ما كان عمرهم، شو ما كان عمرهم. مثلا انا حكيت بهذا الموضوع على فكره قبل، اوقات كثير سيدات وام واب بيقعدوا يا بيعملوا مشاكل قدام اولادهم او بيحطوا التلفزيون وبيحضروا اكشن والاطفال عم يتسمعوا. ما بيصير في تلفزيون لك ولزوجك بس اولادك يناموا، وفي تلفزيون انا بحضر ديزني مع بنتي، ما بحضر نتفليكس مع بنتي اشياء ما هي ما لازم تحضرها، لانه الاولاد بيسمعوا وبيصير عندهم كل برنامج. عشان هيك مكتوب بنتفليكس 7 بلس 13 بلس، ما بيصير نحضر اشياء اولادنا ما تحضرها، ما بيصير. الاولاد لازم مثلا حقلكم شغله، صحيح انا مثل ما بتعرفوا عندي براند رموش وحياتي كلها عن البيوتي، كمان غير حياتي بالاكل والاكل الصحي، اصحابي كلهم سيلبرتيز واصحابي كلهم بيعملوا مكياج، بس هيدا برجع بقول هيدا هذا شيء شخصي بالنسبه لي، ما عم بقول انتو كسيدات شو لازم تعملوا، بس انا بقولكم لانه بتطلبوا انا شو بعمل. ما بحط مكياج قدام بنتي، ما بحب، بحس هيدا شيء شخصي لإلي، ما بدي بنتي عمرها 9 سنين 8 سنين تحس حالها انه ماما عم تعمل مكياج ليش، عم بتحلي نفسها او شيء، يمكن ما تفهم هي ليش انا عم بحط مكياج. وهي بتعرف، بقول لك يونا انت عمرك 9 سنين، المكياج مش لعمرك، الاشياء هاي مش لعمرك، بكره بس تصيري 16 17 بدك تحطي تكرم عينك، هلا بدك تعيشي طفولتك. لما يصير عمرك 12 13 سنه كمان بدك تعيشي تكوني تينيجر 13 14، بينما تعملي اشياء للكبار ليه كل عمرك تصيري بنت كبيره. بس يصير عمرك فوق 18 اصطفلي انت حره، بنصير شوي شوي جرب لك اشياء انت كمان لعمرك، انا واقفه انا وبيك معك. بس انا بنتي تكون عمرها 10 سنين 11 سنه حاطه حمره وعم تاخذ لي سيلفي وعم تعمل لي باوتينج، هي انا هيدا مش بقاموسي. بنتي بنت صغيرة بتتعلم بعمرها 7.5 8 بدها تفوت على التخت، لأنه مفهمتها ليش هيدا الشيء بيناسب عمرها وهيدا الشيء لصحتها، وهي متفهمة هيدا الشيء ومبسوطة. ويمكن شايفين لكيونا قديه هي بتنبسط بالأشياء الصغيرة. أنا يمكن قديش بنت حضارية وبحب المدينة وعايشة حياتي،
بس بعد عندي هاي العقلية انه الولد لازم يعيش بعمره، لاحقين يصيروا كبار، لاحقين يقروا كتب ويشوفوا اشياء بالتلفزيون مش لعمرهم. هلا بنتي عمرها 8 9 سنين، بدي عايشها بنت عمرها 9 سنين بدها تستعمل تيك توك تكرم عينها. انا بقول لها ما بمنعك من اي شيء، بس بدي اشوف كل شيء عم تعملي، بدي اشوف شو عم تحضري. هي بتعرف هذا الشيء، بدي اعرف مين عاملي فولو انستغرام وفيسبوك، تكرم عينك بس انا بعملهم، انت ممنوع يكونوا عندك على التليفون وممنوع تفوتي لي على السوشيال ميديا. هي عارفه هذا الشيء. سو هاي الامور كلها بحسها كتير كتير مهمة، كيف نساعدهم للأطفال من دون ما نقولهم لا ممنوع، نفهمهم ليش، نفهمهم ليش. فيا صبايا يا صغار، أنا حضرت لكم كم كتاب بالعمر الـ14 وفوق 15. ليش بالـ14 بدك تقري بس شي فيكشن؟ لا، بدي اياك تحضري تقري شي خيالي، بس اقري كتير اشي عن المديتيشن وعن المايند سيت، لأنه هولي كتير كتير مهمين. وحتى السيدات الكبار إذا أنتوا ما قارين هيدا الأمور اقروا كمان فيهم، لأنه كتير بيساعدوا. أنا قريتهم من زمان وقريتهم هلأ، كتبت لكم كذا كتاب كتير كتير بحبهم، بالأخص The Stress Solution، بالأخص للأشخاص الصبايا الصغار أو السيدات اللي عندهم عطول Stress Anxiety، ما عارفين شو يرتبوا، لدكتور رنجان. أنا كتير بحبه هيدا الدكتور، عامل كذا كتاب للحياة الصحية كيف نوقف الستريس، كتير بحبه هيدا لأنه بعلمكم 4 steps كيف بتفقفوا الانكزايتي وكيف to reset your body and mind، مش بس للصبايا الصغار اللي بـ18 19 20، حتى السيدات. حكتب لكم من بعد هيدا اللايف عن هول الكتب، بتلاقون بأمازون وبتلاقون بمحلات الكتب. في اب كتير كتير بحبها، تطبيق عبر ابل اسمه كالم، رواء، في عنده ساوندز بتسمعون اشياء بتسمعون بروقولكن اعصابكن، بيعلموكن الهدوء، بيعلموكن كيف توعوا الصبح وتتعلموا المديتيشن والتأمل. هيدول مش بس للسيدات وللشباب، كمان للصبايا للصغار. قلتلكن قبل الكتاب اسمه حبيبتي The Stress Solution، قلتلكن قبل يا ريت هيدول الاشياء بيعلمون لأطفالنا ولأولادنا لما يكونوا تينيجر بالمدارس وبالجامعات. أنا متأكدة ببلدان برا بلشوا بهاي الأمور، بس نحنا ياريت نعلم أطفالنا يشتروا هالكتب ويقروا منهم، لأنه التينيجر بهالأوقات بيفهموا، كبار صاروا عندهم انفتاح غير لما نحنا كنا صغار. لما كان عمري 13-14 ضلني مخبية ورا البرداية مستحية خاف، مع أنه كنت قوية وشخصيتي قوية، بس كنا غير هلأ، غير الصبايا هلأ. فخلينا نجيب لهم هاي الكتب، نحن السيدات نجوب لأولادنا هيدول الكتب بالـ14-15، يقروا ويبلشوا يقروا بهاي الكتب، تعلمون من هلأ يقروا، يتعلموا الرواق، يتعلموا كيف يعملوا كنترول لعقلهم، كيف يعملوا كنترول لأحاسيسهم. أنتوا بتعرفوا التينيجر بيكون عندهم كل هيدي التقلبات بالتفكير، كيف يكونوا صغار لا نحن صرنا كبار. سو نعلمهم هاي الأمور قديش مهمة بالحياة، لتخليهم لما يكبروا يقدروا يتقبلوا الأشياء صح، ويصير عندهم هيدي المايندسيت الحلوة. بس إذا نحنا بالبيت ما عنا هيدا التفكير، صعب كتير نواجه أولادنا، فلازم نحنا نكون القدوة لأولادنا وللصبايا الصغار اللي عم يحضروني فوق التينيجر 18-19. اشتروا هالكتب، رح أكتب لكم بعد هيدا اللايف الكتب اللي للكبار ولصغار بيقدروا يقرون، كتير كتير رح تنبسطوا فيهم. وبعرف انه البنات بهيدا العمر بيكونوا كتير جاهزين هلا بـ18-19-20، كتير رح تحبون لانه انتو جاهزين صرتوا للحياة، لانه عم تشوفوا بالسوشيال ميديا. سو حبيت احكي بهيدا الموضوع اليوم، وكتير صبايا هيك عايشين لحالهم عطول بيبعتولي بالسعودية او ببلاد برا. 27 اكيد حبيبتي بعدكن اول عمركن 27، أكيد اشتروا هالكتب صدقوني كتير رح تفيدكن. وبالأخص هلأ في كتير كتب تقدروا تعملوا لها داونلود أونلاين، تقروا تحطوها كمان فيديو، بتقدروا تتسمعوا لها إذا أنتوا ما بتحبوا تقروا، بتتسمعوا هيك أنتوا قاعدين عم تعملوا مديتيشن، كتير رح تفيدكن. سو إن شاء الله تكونوا حبيتوا هاللايف، رح أعمله سايفينج some sugar free packet sweet. I will حبيبتي. ما تنسوا تعملوا فولو مثل ما قلت لكم على Experience Moose Instagram، عملت لكم امبارح كتير تاجز لتعرفوا وين
كتير انبسطت انه حبيتوا الريسيبي اللي عملت عندهم وكل المسجات عم تعملون اوريدي. سو ما تنسوا اليوم الساعة 4 بعد ساعة وشوي رح ينزل فيديو عن أكل حلو كتير طيب فيجن نباتي. إن شاء الله يعجبكم الفيديو، بينزل على الإنستغرام تبع إكسبيرينس موس. وما تنسوا في عندهم هدايا كتير حلوة، إن شاء الله تكونوا حبيتوا هيدا اللايف، وبشوفكم على حساب موس. شكرا كتير، بحبكم كتير أنا كمان. العفو، شكرا شكرا لكم. معلش ما كنت عم بقدر اقرا كتير. ناديا ناصر حبيبتي من لبنان، هلا حبيبتي. بعرف كتير اوقات انا عم بحكي ما بقدر اقرا، معلش وجاوبكم على الاسئله. كيف اعوض بنتي عن الطلعات؟ عملوا حبيبتي اكتيفيتيز بالبيت لو شو ما كان، علمون مثل ما قلت لكم الخياطه، علمون القراءه، علمون التامل، علمون يقعدوا يتحدثوا معكم. في كروتي رح اكتب لكم اسمهم، بتشترون يتعرفوا عن نفسهم واشياء حلوه عن نفسهم، كمان رح اكتب لكم. فيكم تلعبوا طاوله ما بعرف شو اسمها، تشيس الجيم. علمون الطبخ، علمون الخبز، علمون كيف يرتبوا غرفتهم، كيف يطووا ملابسهم، علمون كيف يرتبوا الجوارير تبع المطبخ عندكم. في مليون ألف شغلة، علمون كيف يهتموا بالزهور وبالزراعة بالبيت، علمون كيف يعملوا كوكيز، علمون كيف يطبخوا شو ما كان عمرهم من 3-4 سنين وبتطالع في كذا كذا شغل بيقدروا يعملوها بالبيت. علمون ما تنسوا القراءة، القراءة أهم شيء للأطفال لو شو ما كان عمرهم. كيونا أوقات بتحب تقلي فيني أقرأ بكتابك، شو بتقرأ أنت؟ بعطيها كتاب طبخ أو كتاب أنا بقرأ بقلا يلا قري لي شوف لشوف كيف. علمون الماث، الماث مش بس تبع المدرسة هيك الضرب والهيدا، إذا أنتوا شاطرين مش مثلي أنا كان العكس، كيونا علمتني جدول الضرب. علمون كيف يرتبوا حوالين البيت، كيونا كتير بتحب تعمل هوفر تنظف البيت. الجلي، كيونا مبسوطة كتير بالجلي، بعطيها وبتجلي، بعطيها كرسي وبتطلع بتجلي. في 100,000 شغلة وشغلة. لو بتعرفوا من يومين كيونا شو علمتها وحبت كتير، كيف تنظف الإزاز. أخدت السبراي وعطيتها سلم وأنا مسكت لها السلم ونظفت الإزاز، أخدت معها شي ساعة نظفت لي الإزاز كله. اشغلون بأي شي مكان، في حدا بحياته تعلم شي وندم؟ والله ما بنندم. لو شو ما علمتون ما حريين يندموا بس يكبروا. شو مكان يكون، شو مكان يكون رح ينبسطوا كتير. بكرة بس تكبر ويصير عندها بيت بإذن الله رح تنبسط إنه بتعرف تجلي وتطبخ وتعمل هوفر لبيتها. ما حدا تعلم شي بحياته ندم. شو مكان اخترعوا، قلت لها من يومين لكيونا تعي بدي رتب كل الكتب وتنطيف الغبرة، اجي طلعت كمان على السلم شلت كل الكتب ونظفت للغبرة حوالين البيت، انبسطت بسط. ولا وغير هيك كيونا كل شي بتعمله بدها مصاري عليه، حاطت لها اجي كل ما بتعمل شغل حوالين البيت بعطيها 5 درهم، بتصمد وبتقلي ما هلا صمدت اخر الشهر بدها تشتري شي من امازون، فبقلها عندك مصاري مصمدتيهم هلا بدك تشتري بهول المصاري اللي صمدتيهم. فمتعلمة هي تكون بزنس وومن من هي وصغيرة. فما تقولوا لي ما في شي بالبيت تعمله، كتير شغلات بالبيت بينعمل شو ما كان. جيبوا ملابسكم وخليها تساعدكم وترتب الملابس أولادكم. كتير كتير في قصص بالبيت يعملون. هلأ فرصة ذهبية عنا نقضي وقت ذهبي مع أولادنا، وقت ذهبي. انتو بتعرفوا كل يومين أنا بجيب ورد على البيت، كيونا هي مسؤوليتها تيجي معي ترتب الورد وتحط مي بالمزهرية، وجايبت لها كاكتوس صغيري هيك صبير بالغرفة هي بتهتم فيها، بتعرف كل 6 أيام لازم تحط لها مي وتكبرها. في امور كتير كتير بيرتبون بتزبطون بالبيت مع اطفالكم لو شو ما كان عمرهم، شو ما كان عمرهم. سو شاركوني شو عم تعملوا انتو ولادكم على الدايركت، ابعتوا لي شو عم تعملوا، بحب كتير شوف. سو هلا بتمنى لكم نهار سعيد، وبشوفكم على حساب موس. كتير مبسوطه انا باللايف، وان شاء الله بشوفكم خلال الاسبوع. ورح ينزل اي جي تي في كتير حلو مثل ما قلت لكم، طبخه لشخص واحد. بعرف حبيبتي أوقات ناس بينسوا هالأمور البسيطة اللي أنا بس هيك بحبها كتير وبتذكرها كنت أعملها أنا وصغيرة، الخبز
كنت اخبز على الساج مثل ما قلت لكم، اعمل خبز لفوق 50-60 شخص بالضيعه لانه كان حرب، ونطلع على الضيعه ويعطوني هالساج انا وصغيره، واعمل خبز لكل تبول الضيعه، حطهم بالسله جنبي ويمرقوا العالم وياخذوا، يمرقوا العالم وياخذوا. والله كانت احلى ايام، يا ريت هالايام بترجع. الله كريم، بحبكم كتير، وما تنسوا تحمدوا رب العالمين انه نحن عايشين وبصحتنا وعم بحكي معكم، وممتنين لكل شيء، الحمد لله على كل شيء نحن موجودين فيه واكسبيرينس هلا. بحبكم كتير، الله يحفظكم ويحفظ اطفالكم وعائلتكم، وبتمنى لكم نهار سعيد، وبشوفكم بكره.